لما كسبت مايكل فيليبس كان احساسك ايه؟ انا كنت برضه هي كانت نفس البطوله اللي انا كنت في 2015 لما تاهلت الاولمبياد، كان عندي 20 سنه يعني، عندي حلم ان انا اتاهل، بس بس انت نازل الموضوع حصل مره، نازل في البول، نازل في حمام السباحه وعارف ان مايكل فيليبس معاك، صح؟ احساسك ايه ولما كسبته حصل ايه؟ لا كنت مبسوط جدا، بس انا يعني الموضوع كده حصل يعني اللي هو انا حصل مره واحده يعني، انا مش في دماغي ان انا اكسب مايكل فيليبس او اركز مع اللي جنبي، انا في دماغي ان انا اتمرن او انزل السبق اعمل اللي انا متمرن له، و بس اعمل اللي انا متمرنه كل يوم ومركز يعني مع اللي جنبي. طب وبعد بعد النتيجه، بعد المكسب؟ لا كنت مبسوط جدا طبعا، كمان مامتي جت من مصر مخصوص عشان تتفرج عليا. أيوه. انا فاكر بالظبط الموضوع يعني، بركاتها بقى دي بركات دعواتها، خلي بالك. اكيد طبعا والله طبعا. قالت لك ايه هي بقى ساعتها؟ لا هي ماما مش بتفرق معايا، انا ما دام انا مبسوط هي مبسوطه. لا يعني هي فعلا يعني لو انا مبسوط هي كده مبسوطه. بس هي شايفه دلوقتي يعني ايه نتيجه تعبها معاك، وهي نزلك تروح حمام السباحه بالليل وفي الشتاء وكده، صح؟ صح. عشان ده نماذج كتير برضو بنشوفهم، انا تعبت، الولد تعب، المجهود بقى كبير قوي، صح ولا غلط؟ هي ممكن كمان الفتره دي كانت صعبه شويه، ان انا كنت لسه رايح امريكا لوحدي، وكمان الكلام ده في 2012 اول ما سافرت يعني، ما كانش في تفكير ان انا ادور اشوف اروح منحه في امريكا، اروح اتعلم واتدرب، كان وقتها الموضوع مش منتشر يعني زي دلوقتي. فكنت رحت لوحدي سنه، لسه صغير كمان، صغير قوي. كان عندي 17 سنه تقريبا، فرحت ال شجاعه منهم برضه من البيت، لا على طول طبعا، على طول بيشجعوني يعني. وبس يعني كان بعد كده بقى مامتي جت تتفرج عليا اول بطوله بعد ما قعدت في امريكا وكده، فالموضوع كان يعني ليه متعه خاصه كده. عملت ايه في ايام الكورونا؟ كورونا كنا احنا بنتمرن، بعد كده مره واحده قالوا لنا خلاص مفيش اولمبياد، العالم طفى، مش حكايه مفيش اولمبياد يعني، المدرب بتاعي كان مقتنع لغايه اخر وقت ان في اولمبيكس، ان هتتعمل، هو ما يعني هو كل الناس متصور، ما حدش متصور ممكن كل الناس يعني، هو لا هو كمان هو مختلف شويه المدرب. يعني كل الناس خلاص يعني مقتنع ان الدنيا قفلت، مفيش اي نشاطات هتحصل خلاص يعني، كل الناس قاعده في بيوتها. لا هو اخذنا بقى ورحنا على البحر يعني، اصلا ما اعرفش في البحر، الحمامات السباحه مقفوله، نروح البحر بالظبط، وانا احنا قاعدين في انديانا، فالجو ساقع جدا. حتى جاب لنا يعني جاب لنا كل واحد اللي هي البدله بتاعت العوم، ورحنا اتمرنا كل يوم هناك يعني، احنا كل يوم مش عارفين ايه يعني، في اولمبيات ما فيش اولمبيات، هو ما وقفتوش تدريب، هو بيحب هو لا ما وقفناش، وهو بيحب الرياضه جدا جدا يعني، فهو يعني مش بيعملها كشغل، هو بيعملها عشان هو بيحبها. وكان كل يوم يجي يمرنا في البحر، حتى ما كانش بحر، كان حد واحد عنده بيت على بحيرة واستأذنه وعمنا فيها.